السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى مشاهدين، يا رب تكونوا في أحسن حال. وأهلا وسهلا بيكم في مطبخ أم باسم. إن شاء الله النهاردة هنعمل آيس كريم الفراولة. إحنا في أول الصيف، والصيف دايما بيحب المرطبات اللي بتخفف الحر. يلا بينا نشوف المكونات اللي معانا ونقول بسم الله. بسم الله، معايا كيلو من الفراولة السكري، هنغسلها كويس ونشيل منها العنقود الأخضر. معايا كوبايتين من اللبن المتلج، 2 باكت من الكريم شانتيه بالفراولة، 4 معالق كبيرة من الحليب المكثف، باكت واحد من الفانيليا، 1 كوباية من السكر البودر. نقول بسم الله. هنضرب الفراولة في الكبة من غير ما نضيف عليها مية خالص، تقيلة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنضيف عليها السكر البودرة، ونضربهم كمان مرة كده بقى تمام. دلوقتي هنحضر الكريم شانتيه. هنحط اللبن المتلج في الأول، وبعدين نضيف عليه باكت الكريم شانتيه، هنضربهم بمضرب البيض في البداية على الهادي، وبعد كده نبقى نزود السرعة. الكمية ضعفت معايا ونقلتهم في بولة أكبر. كل ما هتضربي في الخليط هيزيد كم، يعني هيتضاعف حجمه كده زي ما احنا شايفين، وكمان لونه هيفتح كده تمام. هنضيف الكريم شانتيه على عصير الفراولة، ونضيف عليه الحليب المكثف. الحليب المكثف هيدي تماسك للآيس كريم زي الجاهز بالظبط، والفانيليا. ونضربهم ضرب كده بسيط، كده بقى معانا آيس كريم كريمي جدا. في قوالب نضيفة هنفرغ الآيس كريم، هنسويه كده، هنغطيه كويس ونشيله في الفريزر لتاني يوم، مش أقل من 24 ساعة. الكمية اللي فاضلة معانا لو حبيتوا يعني تغيروا لونها شوية، هتضيفوا نقطة واحدة من اللون الصحي. تاني يوم بعد 24 ساعة بقت متماسكة معانا بالشكل ده، كريمي جدا، مفيهاش مية خالص ولا تلج زي ما انتوا شايفين. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش اللايك، وانتظروني في فيديو جديد.